يعني ايه اسلاموفوبيا في مصر مش تونس وليبيا؟ يعني كيلو ونص لوبيا منجوعين في شوب صوبيا، تحط عليهم لتر جاز، تولع فرن البوتاجاز، تطلع لك جبهة انقاذ زي اللي في كوكب زانوبيا، زي اللي في كوكب زانوبيا. عندنا في زانوبيا مان قاعد يصطاد للكلام، قال لي سيادتك شيخ شتام وبتشوه شكل الاسلام، يعني عندي بيبقى مفتي ده حلال وده حرام، ويوم الجمعه في حلقه سوسته تلاقي ضبه في اي حته ويريل على البافيتا ويسقف ويقول تمام، ويجي عندي يقول لي حاسب اوعى تسخر لا يجوز، ودنه عندي ودن قطه وعند باسم وسع كوز. هو ناسي لما قال لي زي زيك وانت مين؟ مين عطاك الحق تتكلم باسم الدين؟ طب النهارده مش راح اتفلسف يا اخوي، ودوقوا حبه من اللي احنا بنشربوه يا ولد ابوي. تلاقي الشاب يا ابوي من همه يقوم سارك شرابين من امه ويعمل صفحه على الفيسبوك، يعمل خرم كمان ويقصه ويروح قلبه ويروح لابسه ويقول لك انا بلاك بلوك، ويروح جايب باكل بان ويعبيه جزم الدكان يحدف فيه الناس ويفك. هي المرجله كده يا بلاك، ده اللي يحكمنا على جفاك، اعمل منه 12 بوك اني اعمل منه 12 بوك. فكرهم ان الناس في زانوبيا قاعده بتلعب ماريو وزوما، دي ناس من الفجر يا ابوي معدومه بتحلم باللجمه وبالنومه، ولو تسالها عن احمد دومه يقول لك تقصد مين يا كبير؟ تقصد دومه اللي بتتاكل ولا اللي بنشربها عصير؟ ولا بتقصد دومه التاني اللي شباب الفيس عارفاه، اللي عامل لنا فيها الماني والواد قطع نص جفاه؟ فكرهم ان الناس في الحاره بيشغلها تويتر نواره، واما تويتر عيني تفوتهم يتغموا ويقولوا خساره. يا ناس ده الواحد فيهم غاوي صحن الفته وربع عكاوي، ولا بيهمه تفوتوا الحلقه اللي بيرطن فيها حمزاوي. يعني سويرس لما يساعد واحد مسلم اسمه ابو حامد يبقى يا حازم لما هتدي علشان خاطر اديهم جامد. وان كان الجنون حداكم خف من اسهال تهاني، فالمحاكم في زانوبيا يا ولد عمي شكل تاني. احكام الجنون تبعنا تقدروا تسموها عند كل قاضي طلع له دم الوسط راسه اسمه زند، كل ما يشوف زند زيه يحضنوا هاتك يا بوس، راحوا للدكتور قالوا له قال لهم حلوا اللبوس. اصل كان دكتورنا شاطر قال لهم دملكوا حي، كتب لهم سجن القناطر خفوا من الزند في دبي. وزي ما عيد الاضحى موسم تذبحهم فيه الخروف، عندينا في كوكبنا موسم بس ليه حبه ظروف. قبل ما انتخابات زانوبيا تبتدي بيظهر ضيوف، ينكروا المنكر وحبة بيؤمرونا بالمعروف، يعلمونا بالمطاوي ينصحونا بالسيوف. ايوه احنا ما شفناهم شيء بس مش لازم نشوف، يعني اعلامنا هيكذب ربنا ما يقطع له عادة. وان كان الاعلام حداكم يرفع الضغط بحمادة، فاحنا اعلامنا بينفخ بس فيه اوبشن زيادة، ممكن السحلب في يدك يقلبوه لك قهوة سادة، يعني لو خالك مهندس ممكن البث المباشر يقنعه ويفتح عيادة، ويقنعك بعد ما ثورة تحررت ترجع وتلحس في البيادة. وفي زانوبيا الحق غاب، تلقى مسلم زيه زيك ومركب لودانه باب، تلقى عينه تبص برا لو شاف واحدة بالحجاب، ولو تقول له هي حرة تلقى سقف ودانه داب، وعيني لو شاف مرة لحية يشتمها بيحسبها صاحية، ويود وشه في أي ناحية زي ما يكون شاف غراب. وللنهار في التلفزيون بيجعجع في الميكروفون، لملموهم في السجون واحبسوا أمات دجون. الكلام ده راح أوان وعمره تاني ما راح يكون، واللي راح يدق بابنا راح تعلم فيه نيابنا، صبرنا شيب شبابنا والمعاملة بالجنون، صبرنا شيب شبابنا والمعاملة بالجنون. انت فاجر؟ انت فاجر انك كش وتني واجع لو تهين الشيخ جمال؟ لا يا شاطر ده انت صحيت المواجع لو نسيت سيد بلال. ولا فاجر لما تشتم ولا تضرب راح اسيبها لك يا خال؟ نجمع عالي يا غالي اقرب قال اسيبها لهم وقال. فاعمل جمعة بس خلاص، واعمل جمعة زي الناس، اعمل جمعة وسبت وحد، حدك عندي خلاص اتقال. قبري لم العفش. عبد الله الشريف.